يسعد اوقاتكم يما يا حبايبي. بتمنى ان يبقى دمي عليكم خفيف وما تكون الحجه وصفيه كل عطتنا. بس والله يما في كلمتين حاب احكيهم. محمد حساف شاب فلسطيني من غزه الصمود، وهذا الولد تعب وعانى ليوصل ويحقق حلم بك يحلم فيه انه يصير نجم عربي ينقل معاناه شعبه للعالم كله ويسمعهم صوتنا. محمد حساف الى منافسين، خل نقول فرح مثلا معايا محمد يما. الله يرضى عليك. فرح بنت سوري اسم الله عليها شلبية، وبلدها بتعيش حروب ومجازر هالكيت وقصف، ورغم كل هذا فيش حدا طلع حكى عنها غير كل خير، وقاعدين بيصوتوا لها عشان تاخذ العرب ايدن. واحمد شاب مصري اسم الله عليه ابو سمره سكره، وبلده مصر، ربنا يهونها على مصر وعلى شعب مصر. وفوق كل هذا برضه فيش حدا بيزاود عليه، وقاعده كل مصر بتصوت لاحمد. ومحمد عساف الثاني مش في الا بلد وشعب يوقفوا جنبه؟ محمد عساف لازم نصوت له ولازم ينجح وما نزاود عليه. هذا الوقت وقتنا ان نوقف مع ابننا محمد عساف تيوصل ان شاء الله لللقب. والفن يما والغنى المتزن مش عيب، العيب ان نقعد نزاود على بعض. محمد وغير محمد كلهم اولاد فلسطين. بعدين معاكم مشتهي شهوه ومن عيني اسمعها وهو بغني اغنيه عدل الكوفيه. يلا يا حبايبي وكرايبي الكل يما يصوت لمحمد عساف على الرقم 3 ليفوز باللقب ان شاء الله. كلوا امين. الله يرضى عليكم. صوت الحيدان الضيف.